صباح الخير لجميع مشاهدي الام تي في اللي انضموا لنا لمتابعه حلقه جديده من برنامج بريس ريفيو. الموضوع الابرز من دون شك هو اقرار القانون الارثوذكسي باللجان المشتركه وطبعا ردود الفعل المتعلقه بالمساله. هالعنوان وغيره من العناوين بنشوفها بجميع الصحف الصادره والموزعه ببيروت واللي بنبديها مع صحيفه النهار. الانتخابات مؤجله والازمه صارت ميثاقيه. جنبلاط: اتفاق الطائف مهدد ونعود إلى الانعزال. الرفاعي: الطعن مضمون والتمديد للمجلس غير شرعي. الصورة من صحيفة النهار لليوم على صفحتها الأولى من صحيفة النهار صورة للمظاهرة يلي قامت فيها بالأمس هيئة التنسيق النيابية، ويظهر المتظاهرون تحت المظلات الواقية بعد ما تحدوا الطقس الممطر. عنوان آخر من صحيفة النهار لليوم: لافروف يتحدث عن تحرك النزاع السوري من نقطة الجمود. كاري: يبدأ الأحد جولة أوروبية وشرق أوسطية. أول مجلس شورى سعودي يضم نساء أدى اليمين أمام الملك عبد الله. من عناوين الصفحة الأولى إلى الصفحات الداخلية للإطلاع على ما حملته من أخبار الخيانة الثابتة بصحيفة النهار: أسرار الآلهة والخبر الأول. لوحظ أن عددا من النازحين السوريين في البقاع يبيعون فائض المساعدات التي تصلهم من أكثر من جهة في الوقت عينه. تردد أن تكريم أحد النواب جاء ردا على كلام عن استبعاده في الانتخابات المقبلة. ومن أسرار الآلهة إلى صحيفة الأخبار يلي عنونت: الأرثوذكسي العوض بسلامتكن. أما عنوان مع صورة أيضا: ألو 2 كيلو حشيشة عبيروت. هالصورة مع هالعنوان من صحيفة الأخبار هو لموضوع تحقيق أجرته الصحيفة ومتعلق بالصفقات الجارية من داخل سجن رومية. وأيضا الصورة أخذت من سجن رومية. ومن صحيفة المستقبل الأخبار إلى صحيفة المستقبل: الجيش الحر يتوعد حزب الله بالرد على مجازره في سوريا. 8 أذار الكتائب القوات 1 لبنان 0. أيضا من صحيفة المستقبل صورة لبعض اللافتات يلي رفعها ناشطو المجتمع المدني طبعا رفضا أو للتعبير عن رفض لإقرار القانون الأرثوذكسي. أيضا عنوان: المجتمع المدني يسقط الفرزلة أمام المجلس. إلى الأزمة السورية عنونت لليوم صحيفة المستقبل: روسيا تسرع إجلاء رعاياها وطهران تخطط لإنشاء دولة علوية. عشرة القتلى بصاروخ سكاد على حلب. إلى الصفحات الداخلية ومن صحيفة المستقبل وخانتها يقال من إراء الخبر الأول: يقال أن مراقبين تساءلوا عما إذا كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يمكن أن يوقع على قانون اللقاء الأرثوذكسي في حال إقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب. يقال أن رئيس حزب مسيحي معارض أعرب عن استياء كبير إزاء استئجار قصر يخص والده الراحل من قبل نائب من منطقته ينتمي إلى حزب مسيحي معارض أيضاً. يقال إن رجال أعمال مقربين من مرجع نيابي أبدوا أمامه قلقا من تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، طالبين منه تحركا سياسيا لإنقاذ الوضع. وإلى صحيفة الجمهورية وعنوانها الأول: إقرار الأرثوذكسي في غياب المستقبل والتقدمي والمستقلين والحريري يصفه بيوم أسود. دائما من الجمهورية اتصالات لتدارك الأسوأ. الصورة زيتها من صحيفة الجمهورية كنا شفناها بصحيفة المستقبل، وهي للمظاهرة أو للتجمع اللي قام فيه هيئات ومنظمات المجتمع المدني طبعا للتعبير عن رفض لإقرار القانون الأرثوذكسي. ومننتقل أيضا إلى عناوين موجودة بالصفحات الداخلية: حزب الله يستدعي جبهة النصرة إلى لبنان.
افتتاح مجلس الشورى السعودي بمشاركة المرأة. أيضا من صحيفة الجمهورية خبر رياضي أخير على صفحتها الأولى، فوز بايرن على أرسنال في أبطال أوروبا. إلى الصفحات الداخلية ومنقرأ ثلاث أخبار جديد لليوم من أسرار الجمهورية الخانة الثابتة بها الصحيفة والخبر الأول. توقع نائب أقلوي أن يضمن رئيس حزب مسيحي معارض خطابه بعد يومين ردا غير مباشر على مرجع حكومي سابق كانت أثارت مواقفه استياء لدى الطرف الأول. قيل أن تقاربا حصل بين نائب شاب معارض وتيار حليف بعد تراجع العلاقة بين هذا التيار وحزب المعارض كان قريبا جدا منه. الخبر الأخير من أسرار الجمهورية، لاحظت أوساط سياسية أن نائبا وسطيا اكتفى بعد عودته من زيارة إلى عاصمة خليجية بتسجيل موقف ضد خصم هذه الدولة على المستوى الإقليمي مقابل الثبات على مواقفه الداخلية. وإلى صحيفة البلد، رمادية ميقاتي تمدد للإضراب والأرثوذكسي أبيض وأسود. سوريا من البلد، قذائف تستهدف قصر تشرين الرئاسي في دمشق. وعن الأزمة التونسية، عنوان صحيفة البلد لليوم، رئيس الوزراء التونسي يعلن استقالته. بالصفحات الداخلية منقرأ تحديدا من الخانة الثابتة بصحيفة البلد خفايا البلد وثلاث أخبار لليوم. نائب في المستقبل يؤكد أن مشروع قانون الأرثوذكسي لن يصل إلى الهيئة العامة للتصويت عليه. سجل على شخصية قيادية مرموقة في فريق سيادي وقوعه بأخطاء إملائية فاضحة في مواقفه على تويتر أمس. معلومات عن صيغة قانون يتم العمل على إنتاجها نوقشت أمس في لقاء بري مع كل من مروان شربل وخليل الهراوي. وإلى صحيفة السفير لليوم، اللبنانيون موحدون في الشارع والنواب يشرعون تقسيمهم. خلف اندر من الستين إلى قانون السكين. سوريا، عنوان صحيفة السفير، كاري يحضر اجتماعا للمعارضة السورية لافروف، التسوية تتحرك من نقطة الجمود. بشأن الأزمة التونسية اللي طبعا كنا عم نشهد بالأسابيع الماضية دائما عناوين على صفحات الأولى من الصحف، واليوم من صحيفة السفير، تونس الجبالي يفكك لغما سياسيا باستقالته. وإلى عيون السفير والخبر الأول، نقلت سفيرة دولة كبرى عن إدارتها أن سياستها تتركز على منع أي توتر أو انقسام في لبنان حاليا، لكن ليس على حساب حلفائنا اللبنانيين. اعتبرت مصادر قوتية أن هجمة البعض لتبني ما أسمي الانتصار الأرثوذكسي تشبه قضية العصفور الذي يرفع إشارة النصر وهو على ظهر فيل يخوض غمار الغابة. أوقفت دورية تابعة لأحد الأجهزة الأمنية ضابطا وجد بحالة من السكر الشديد وقد عوقب بالتوقيف لمدة شهر. الخبر الأخير من عيون السفير، يتبهى أحد النواب البارزين بأنه بصدد شراء طائرة جديدة ويخت كبير. ومنوصل إلى صحيفة الحياة اللي عنوانت، أدى القسم أمامه أمير الرياض ونائبه وأعضاء مجلس الشورى، خادم الحرمين، التطور الذي نسعى إليه قائم على التدرج. عنوان آخر من صحيفة الحياة، كاري إلى المنطقة لبحث الملف السوري، وموسكو تستقبل المعلم الاثنين وتعزز أسطولها مقابل اللاذقية. دائما بالعنوان من صحيفة الحياة، وأربعة ملايين تهددهم الأوبئة ويحتاجون مساعدات. دائما بالملف السوري، سكاد لضرب حلب وقذائف هاون على قصر تشرين.
لبنانياً من صحيفة الحياة، مجلس الوزراء يؤكد اليوم حسن العلاقة مع دول الخليج وأضراب القطاع العام مستمر. لبنان إقرار الأرثوذكسي في اللجان النيابية يعزز الشرخ الداخلي والتصدع في 14 أذار. ومن عناوين صحيفة الحياة إلى صحيفة الشرق الأوسط لليوم، عنوان الأول: الملك عبد الله يتلقى اتصالاً من العاهل البحريني، ولي العهد يقلد عمر حمزة وسام الملك عبد العزيز. أمير الرياض ونائبه وأعضاء الشورى يؤدون القسم. خادم الحرمين لأعضاء الشورى الجدد: إصلاحنا متدرج ومكانكم تكليف لا تشريف. أمهل مسؤولي الحزب 48 ساعة: الجيش الحر يهدد بنقل المعركة إلى قواعد حزب الله في لبنان. ومن العنوان بصحيفة الشرق الأوسط لحظات قليلة، ومنتابع من بعد بريس ريفيو، وما تبقى معنا من عناوين وصحف لليوم، خليكن معنا. تابعين جولتنا لليوم على بريس ريفيو على أبرز عناوين الصحف الصادرة والموزعة ببيروت، وإلى عناوين صحيفة اللواء: الأزمة مع الخليج تنقل مجلس الوزراء إلى بعبدة وتمويل السلسلة إلى نقطة الصفر والإضراب في أوله. اللجان تصوت للأرثوذكسي يوازي تأجيل الانتخابات. حرب للواء: حاولنا إقناع بري بالاقتداء بموقف الأسعد في عهد فرنجية ولم يتجاوب. ثلاث قذائف على قصر تشرين الرئاسي: محاولة عربية جديدة مع موسكو والأسطول الروسي على الساحل السوري. إلى صحيفة الديار لليوم: المفاجأة الكبرى، القانون الأرثوذكسي يحصل على الأكثرية في اللجان. الحريري: إنه يوم أسود والاشتراكي معه، أما عون فاتصل بجعجع والجميل. لبنان على أبواب تعديل جديد للدستور وهي فيدرالية الطوائف. الكباش بين الحكومة والتنسيق مستمر، الإضراب المفتوح مستمر اليوم وتنفيذ اعتصامات. الرئاسات مداورة، الماروني والشيعي والسني لكل الرئاسات. سانا قذيفتان بالقرب من سور قصر تشرين الرئاسي، روسيا تؤكد زيارة المعلم والخطيب إلى موسكو. أهالي بورسعيد يتوعدون وزير الداخلية ويطالبون مرسي بالرحيل. مرسي: علاقات مصر مع إسرائيل قوية للغاية. وإلى صحيفة الأنوار، عنوان الأساسي: حملة للمعارضين على المشروع الأرثوذكسي وهجوم النقابات على ميقاتي. عضوات مجلس الشورى السعودي يشاركنا بأداء اليمين أمام الملك عبد الله. عشرات القتلى بسقوط صاروخ سكاد في حلب. وكتب المحلل السياسي لليوم من صحيفة الأنوار: تصويت اللجان المشتركة لا يعني إقرار القانون الأرثوذكسي. العصيان المدني في بورسعيد يشل المصانع والمرافق العامة. الجبالي يستقيل بعد رفض الأحزاب التونسية حكومة كفاءات. وبالخانق الاقتصادية من صحيفة الأنوار لليوم: مصر ترفع أسعار المازوت والغاز بنسبة 50%. وإلى صحيفة الشرق العنوان الأول: سعد الحريري، يوم أسود في تاريخ التشريع اللبناني. اللجان أقرت الأرثوذكسي ولكن المساعي مستمرة. صورة مع عنوان عريض أيضا: إضراب مفتوح وبلد مقفل. وبنوصل إلى عناوين صحيفة لوريون لوجور الصادرة باللغة الفرنسية، وكما العادة من بريس ريفيو ترجمة سريعة لأبرز عناوينها. والعنوان الأول: القانون الانتخابي تصويت تدميري، إقرار قانون الفرزلي من اللجان المشتركة. يوم أسود بالنسبة للحريري وناصع البياض لعون.
القوات والكتائب يبقيان الباب مفتوحا. إضراب حتى النهاية. حلب ضحية صاروخ أرض أرض والروس يجلون الرعاية. أقواس منيرة في النسخة 20 لمهرجان البستان. وإلى صحيفة The Daily Star الصادرة باللغة الإنجليزية وأيضا بترجمة سريعة لأبرز عناوينها والعنوان الأول. إقرار القانون الأرثوذكسي يقلص فرصة إجراء الانتخابات. هيئة التنسيق النقابية إلى تصعيد بعد فشل المحادثات مع رئيس الحكومة. حلب ضحية صاروخ أرض أرض والروس يجلون الرعاية. وأيضا من صحيفة The Daily Star أقواس منيرة في النسخة 20 لمهرجان البستان. ومن صحيفة The Daily Star وقبل ما نكفي القسم الأخير من بريس ريفيو لحظات قليلة مع الإعلان منتابع من بعدها جولتنا على أبرز الصحف العالمية وعناوين على صفحاتها الأولى. خليكن معنا. بهالأيام اللي كلها وجع كيف ما برمت تلتقي بمسن بمريض بولد متروك ولكن بحاجة لحدا يخفف من آلامه. تعا أنت وأنا نفتح إيدينا وقلوبنا إلهم لأنه من حقهم نوقف حدهم. اسمي ستيفاني. ستيفان ني باردون. هون ميت عندي قدار. هي انا خليها بيار. انا مبين علي سنة 32. لا 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 ني ني كمان مان حرف واحد مش بناتنا بدي انتخب. مكبريني 10 سنين. رجع عبد الله ذكر مش انثى. روق يي 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 كيف مش موجود؟ انا معروف. انت معروف بس انا ما بعرفك. انا اسمي معروف والضيعه كلها بتعرفني. لتمارس حقك بالاقتراع تأكد من ورود اسمك على قوائم الناخبين ومن صحة قيدك على ddgps.gov.lb أو لدى البلدية أو المختار قبل 10 أذار. روم كاتولي. رجعنا من بعد البريك لمتابعة القسم الأخير لليوم من بريس ريفيو ويلي منقوم فيه بجولة على أبرز عناوين الصحف العالمية ويلي بنبديها مع صحيفة لوموند الفرنسية. والموضوع يلي اخترناه لليوم من هالصحيفة هو من تركيا وحمل عنوان أشكال الرقابة أشكال جديدة للرقابة في تركيا. كنا قد أشرنا بحلقة سابقة من بريس ريفيو لخبر متعلق بمنع رواية سمرقند للكاتب أمين معلوف اللبناني بتركيا، واليوم تناولت صحيفة لوموند هالموضوع وأشارت إلى أنه السلطات التركية عم بتمارس نوع جديد من الرقابة وهو الرقابة الأدبية. من بعد ما كانت بوقت سابق قد منعت كل مؤلفات كارل ماركس من الدخول إلى تركيا أعادت وسمحت فيها مش من وقت كتير بعيد. ومنبقى بالصحافة الفرنسية ومننتقل إلى صحيفة لو فيغارو الفرنسية أيضا فاخترنا لكم منها موضوع حمل عنوان سرقة ألماس بقيمة 37,000 يورو. بالتفاصيل أنه تمت عملية سرقة كبيرة بمطار بروكسل البلجيكي وأسفر عن سرقة ألماس بقيمة 37 مليون يورو، أي ما حوالي 50 مليون دولار، وكانت متوجهة بطائرة إلى سويسرا. بالتفاصيل تمت هالسرقة بواسطة سيارتين استطاعوا الدخول لحرم المطار وتنفيذ العملية بنجاح. تفاصيل أكثر عن هالسرقة بداخل صحيفة لو فيغارو ومننتقل إلى الصحافة الأمريكية وتحديدا صحيفة The Washington Post، واخترنا من هالصحيفة موضوع متعلق بالأوضاع بمنطقتنا وحمل تحديدا عنوان الثوار السوريون يهددون بضرب أهداف لحزب الله في لبنان. وهالعنوان من صحيفة The Washington Post طبعا بنشوفه باللغة الإنجليزية، كما وأكيد لاحظتوا أنه بحلقة بريس ريفيو لليوم تناولت معظم الصحف الصادرة والموزعة ببيروت والصحف المحلية هالعنوان. ودائما بالصحافة الأمريكية ومنوصل
إلى صحيفة International Herald Tribune ويلي اخترنا منها تحقيق من مراسل الصحيفة بطهران بعيد عن أجواء السياسة وأخبار الأمن والملفات النووية وبيتعلق تحديداً برياضة المصارعة يلي تعد من أكثر الرياضات شعبية بإيران. وبتفاصيل هالتحقيق صدر قرار باستبعاد هالرياضة من منافسات الألعاب الأولمبية ابتداء من عام 2020، الأمر الذي أثار سخط كثير من الرياضيين الإيرانيين يلي بيمارسوا هالرياضة. هلا هالتحقيق يلي حامل عنوان إيران تنعي الرياضة الملك في الألعاب الأولمبية، منشوف بالصورة أيضا صالة تدريب على المصارعة مع مجموعة صور تتبدل على التاريخ الكبير لهالرياضة، بتدل عفوا على التاريخ الكبير لهالرياضة بإيران. وبنختم جولتنا العالمية مع صحيفة The Guardian البريطانية ويلي اخترنا منها أيضا موضوع حمل عنوان عمال أبل هدف للقراصنة، وفي التفاصيل أنه أيضا شركة أبل أصبحوا عمالة أيضا هدف للقراصنة يلي أجروا هاكينج على موقع فيسبوك من كم يوم. هالأمر يعد اختراق كبير لهالمؤسسات يلي من المفروض أنها بتتمتع بحماية كبيرة من عمليات القرصنة، غير أنها عم بتكون هدف سهل ببعض الأوقات للهاكرز. ومن هالموضوع من صحيفة The Guardian منوصل لختام جولتنا على أبرز الصحف المحلية والعالمية، وبريس ريفيو بطلع عليكم بكرة بالموعد نفسه 7:30 صباحا بتوقيت بيروت. إلى اللقاء.